الصاروخ الصيني عدى من شوية فوق مثلث برمودا. ايه حكاية الصاروخ الصيني ومثلث برمودا؟ هقول لكم دلوقتي حالا بعد الفاصل. أعزائي المتابعين، كل سنة وأنتم طيبين، كلها كام يوم ونخش على عيد الفطر المبارك. المهم، العالم كله النهاردة بيتفرج على الصاروخ الصيني وعايز يعرف هو فين. الصورة اللي قدامكم دلوقتي كانت تصوير حي الساعة 1:30 يوم 7 مايو 2021 للصاروخ الصيني وهو بيعدي من أمريكا الشمالية فوق المحيط الأطلسي رايح ناحية بحر ساراجوسو. بحر ساراجوسو ده بحر اكتشفه كريستوفر كولومبس سنة 1492 لما كان في الرحلة بتاعته حوالين العالم. البحر ده حواليه كتير قوي من الأساطير. البحر ده يحتوي على مثلث برمودا في الجزء الشمالي منه. بحر ساراجوسو في ناس كتير اتكلمت عنه، حتى ان في ممثلين وفي مخرجين عملوا عنه افلام. بحر ساراجوسو البحارة بيقولوا ان في سفن بتطلع فيه تظهر وتختفي فجأة. طبعا دي اساطير. خلينا نرجع تاني للصاروخ الصيني. الصين من 8 ايام اطلقت صاروخ للفضاء، ودي مش اول مرة، والصاروخ فقدت عليه السيطرة والعالم كله عايش في رعب. يا ترى هيقع فين؟ يا ترى هيوصل لغاية فين؟ محدش عارف. ناس كتير بتتساءل، طب ليه الدول الكبرى ما تدخلتش واسقطت الصاروخ فوق اي مكان زي ما هو كان دلوقتي فوق بحر ساراجوسو مثلا، او في المحيط الاطلسي او المحيط الهندي؟ برضك سؤال لسه محدش جاوب عليه. العالم كله قاعد بيتابع، والصين رصدت 35 مليون دولار للي هيقع عليه الصاروخ الصيني. المصريين مش فارق معاهم الفلوس، لكن فارق معاهم ان الصاروخ الصيني يهدم سد اثيوبيا، وكتير منهم طول النهار بيدعي وماليين مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا يا رب يخبط في السد ويريحنا من دوشة ابي الاحمد والناس اللي وراه. في فريق تاني بيقول يا ريت يقع في جماعه اصحابنا، هم بيقولوا على نفسهم ولاد عمنا، بس هم لا ولاد عمنا ولا حاجه. الصاروخ الصيني اسطوره العالم النهارده، هو اللي راكب الترند بقاله كام يوم. يا ترى هيقع فين او هيحصل ايه؟ ده اللي هنعرفه الايام الجايه. كل الاحصاءات بتقول ان هو ممكن يقع جنب الهند. فين جنب الهند؟ الله اعلم. منطقة مأهولة بالسكان ولا منطقة صحراء؟ برضو لسه معرفناش، دي حاجة في علم الغيب. الإحصاءات بتقول إن هو على أقصى تقدير يا إما يوم السبت أو يوم الأحد هيكون وصل الأرض من غير سلام. أنا متابع معاكم، وزي ما أنتم شايفين دلوقتي على الشاشة، ده كان بس حي للصاروخ الصيني الساعة 1:30 يوم الجمعة يوم 7/5/2021. متابعين معاكم، وهحاول اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، اشترك في القناة. شكرا.